بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال 186 في الشكل المقابل، فإن قيمة المقاومة R التي تجعل التيار المار بها هو نفس التيار المار في المقاومة 12 أوم، فين المقاومة R؟ فين المقاومة 12 أوم؟ تعالى كده ركز معايا، التيار اللي خارج من البطارية وصل عند النقطة دي واتجزأ، يعني لو خارج من هنا I مثلا وصل عند النقطة دي، الفرع ده مقاومته 6 والفرع ده مقاومته 12، فبدأ يتجزأ على الستة وعلى 12 بخطة التلت والتلتين، مش الستة دي جزء والاتناشر قدها جزئين، يبقى انت كده عايز التيار يتجزأ إلى تلت وتلتين، المقاومة الكبيرة تاخد تلت والمقاومة الصغيرة تاخد تلتين، ما بتعرفش تجزأ بنسبة وتناسب، روح لقانون تيار فرع هيقولك إن هنا جوه الاتناشر دي هتاخد تلت التيار لأنها المقاومة الكبيرة، والمقاومة الصغيرة هتاخد التلتين. هو بقى عايز المقاومة أرضي كمان تاخد تلت التيار، هقول له ثانية واحدة، التيار ماشي هنا وماشي هنا هيتجمعوا مرة تانية وهيبقى عايز يتجزأ. عايز يتجزأ تلت وتلتين، فالفرع ده مقاومته 3 و4 7، فالمفروض مقاومة الفرع ده تبقى قده مرتين عشان نجزأ تلت وتلتين، يبقى لازم يكون فرع ضعف فرع، فلو الفرع ده 7 يبقى لازم الفرع ده يكون 14 عشان التيار وهو داخل، يقول لك هنا 7 وهنا 14 يبقى هتجزأ إلى تلت وتلتين، فكده الأر طلعت ب 14 أوم. طب احنا دلوقتي بنحل في أسئلة الناس اللي بتفهم. السؤال اللي بعده، قيمة المقاومة R في الدائرة هتساوي كام؟ شايف المقاومة R مكانها فين؟ التيار خارج من البطارية اتجزأ، دخل هنا 1 ودخل هنا 2 مبدئيا كده، بما ان المقاومة R والمقاومة 6 مع بعض توازي، والتيار اتجزأ، فالتيار بيتجزأ عكس مع المقاومات. المقاومة 6 اخدت 2 امبير، فلما التيار قل معنى كده ان المقاومة ايه اللي حصل لها؟ زادت. طب التيار قل للنصف يبقى المقاومة زادت للضعف، كانت هنا 6 بقت 12 اوم. 188 في الشكل المقابل تكون قراءة الأميتر بتساوي كام؟ فين مكان الأميتر؟ أهو ده مكان الأميتر، تيار إيه؟ تيار فرع، شايف التيار خارج من البطارية شدته أي، وصل عند النقطة دي واتجزأ، التيار عشان يتجزأ بيسأل كل فرع، يا فرع أنت تيارك كام؟ مقاومتك كام؟ قال له 12، ده الفرع تحت مقاومته كام؟ 12، هو بيسأل الفرع ككل، يعني الفرع اللي فوق 12 والفرع تحت 12 يبقى التيار هيتجزأ بالتساوي، كان خارج أي يبقى الأميتر ده هيوصل له نص الأي، أي على الاتنين، الاختيار رقم ألف. 189 في الدائرة المقابلة إذا كانت قراءة الأميتر هي إيه؟ والمفتاح S مفتوح تساوي 2 أمبير، يعني الأميتر ده والمفتاح مفتوح يعني المقاومة دي مش موجودة أصلا، فكانت قراءة الأميتر هي 2 أمبير، معنى إن المفتاح مفتوح يعني المقاومة دي مش موجودة، فالتيار اللي هيمر بالأميتر A1 هو اللي هيمر بالأميتر A والاتنين نفس القراءة، فإن قراءة الأميتر A والمفتاح A مغلق، عايز بقى الأميتر ده لو أغلقنا المفتاح. لو أغلقنا المفتاح أصبح التيار أول ما بيوصل عند النقطة دي بيتجزأ، فتحول الأميتر A1 بعد ما كان بيقرأ كلي تحول إلى فرع، ومش أي فرع، لأ ده فرع على مقاومتين متساويتين، يعني بيقرأ نص التيار الكلي. طب أنا أجيب نص التيار الكلي، أجيب التيار الكلي منين عشان أجزأه؟ إدالك المعطيات في الحالة الأولى، هنشخبط بس الشخبطة دي، في الشخبطة عشان نبقى فاهمين بس كده، ونبدأ نقسم المسألة لشقين. الشق الأول والمفتاح مفتوح كان التيار ب2 امبير، وكل ده تم التوصيل مع نفس المصدر وفرق الجهد ثابت، فكان عندك علاقه بتقول لو فرق الجهد ثابت والمقاومات توازي مع المصدر، كنا بنقول اي 1 على اي 2 يساوي اي توتال على ار توتال، اي 1 عفوا على اي 2 يساوي ار 2 على ار 1. فالتيار الاول اللي هو في حاله الفتح كان ب2 امبير، اللي هو الاميتر الاول ده كان بيقرا 2 امبير، والاميتر الثاني ده ايضا كان بيقرا 2 امبير في حالة إن ما كانش فيه مقاومة شغالة غير المقاومة R، يعني المقاومة الكلية في الحالة الأولى كانت بـ R. أنا كل دلوقتي شغال على مين؟ على الـ I total والـ R total في الحالة الأولى. في الحالة التانية، يا ترى التيار الكلي بكام؟ ما أنا ما أقدرش أحسب تيار فرع، لأن بعد الغلق تحول إلى فرع، إلا بدون حساب التيار الكلي، بتيجي نحسب التيار الكلي في الحالة التانية. قراءة الأميتر في حالة الغلق، معرفش هي بكام. ولكن كل اللي أعرفه إن المقاومة الكلية هنا R وR مع بعض توازي، يبقى المقاومة الكلية أصبحت بنص R. نبدأ نقول له I1 على I2، فكده 2 على I يساوي R2 اللي هي بنص R على R1 اللي هي بـ R، فتروح الـ R مع الـ R، ويبقى الـ I وسطين في طرفين، يبقى الـ I بيساوي 2 في 1 على النص، يطلع بـ4. ما بتعرفش تعمل وسطين في طرفين اكتبها على الآلة، الـ I1 هيساوي 2 في 1 على النص، طلعت التيار الكلي بـ4 أمبير. التيار الكلي في حالة غلق المفتاح ب4 أمبير، مش اتفقنا إن هو هيوصل عند النقطة دي ويتجزأ بالتساوي؟ فبالتساوي يعني الأميتر هيقرأ 2 أمبير،
يبقى كان في حالة فتح المفتاح كان بيقرأ تيار كل قيمته 2 أمبير، وفي حالة غلق المفتاح طلع بيقرأ تيار فرع وأيضا قيمته 2 أمبير. هل كده قراءة الأميتر إيه واحد زادت أم قلت؟ ولا زادت ولا قلت؟ زي ما هي، يبقى المفتاح مغلق أيضا هتساوي 2 أمبير. في الشكل المقابل فرق الجهد عبر المقاومة R هيساوي كام؟ فين المقاومة R؟ أو عبر المقاومة 4 أوم اللي هناك دي هيساوي كام؟ شايف هنا في مقاومة 2 أوم يمر بها 2 أمبير، ده بالمقاومة 1 أوم دي مش المقاومة قلت للنصف، يبقى المفروض التيار يزيد للضعف، يبقى المفروض هنا 4 أمبير، يبقى المفروض خارج من هنا 6 أمبير، وفرق الجهد على المقاومة كام يساوي I في R؟ 6 في 4 ب 24 فولت. في الدائرة الموضحة بالشكل تكون قيمة المقاومة R هتساوي كام؟ فين المقاومة R أهي؟ مديلك في الرسمة فرق الجهد الكلي 120 فولت وتيار البطارية ب10 وطالب احد المقاومات. كنا بنحل السؤال ده بكل سهوله بحساب احد المقاومات جوه رسمه، رقم واحد حساب المقاومه الكليه من قانون في توتال على اي توتال، فالفي توتال 120 على 10 طلع ب 12 فولت ب 12 اوم. تاني خطوه مساواه المقاومه الكليه بالمقاومه المكافئه، المقاومه المكافئه ان الاثنين دول مع بعض توازي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم 5 ار على 5 زائد ار، المجموعه دي كلها توالي مع ال 8 يبقى زائد 8 ونساويهم بالمقاومه الكليه 12. كده بقت معادله واحده في مجهول واحد، يا اما تحلها يدوي او تحلها على الاله. تقول 5 R على 5 زائد ال R زائد 8 يساوي 12، وشفت الصلب يساوي، ودي الآلة وقتها طلعت قيمة ال R بتساوي 20 أوم لاختيار رقم أ. السؤال رقم 192 في الشكل المقابل، إذا تحرك الزالق قليلا في الاتجاه من X ل Y بين قراءة الأميتر A1 وقراءة الأميتر A2 تكون فين الزالق؟ أهو عشان تقرأ الزالق شوف البطارية فين، هذا البطارية التيار داخل من النقطة اللي قدامك دي كده، طبعا هيوصل عند النقطة دي هيتجزأ جزء يدخل هنا وجزء هيكمل لأن في مقاومة فوق، يعني نقطة دخول التيار عن طريق الزالق ونقطة خروجه عن طريق الواي، فمعنى إنك بتتحرك من إكس لواي يعني الزالق بعد ما كان هنا ممكن يبقى هنا مثلا، فكده الجزء اللي هيمر فيه التيار حتى يخرج جزء قليل، يبقى كده الجزء اللي أنا هاخده من المقاومة المتغيرة بمجرد حركة الزالق اتجاه الواي إن الجزء المقاومة المتغيرة بيقل، يبقى كده المقاومة المتغيرة تقل. تعال بقى نبص على الأميترات اللي موجودة معانا. الأميتر الأول بيقرأ تيار فرع والأميتر التاني بيقرأ تيار كلي. تعال الأول نحكم على التيار الكلي. التيار الكلي كان بيساوي V توتال على R توتال. معنى إن المقاومة بتقل. معنى إن المقاومة اللي هي المتغيرة قدامك دي بتقل، يبقى المقاومة الكلية كمان بتقل. وأما المقاومة الكلية تقل فالتيار الكلي إيه اللي يحصل له؟ يزيد، شاطر جدا. يبقى كده الاميتر A2 يزداد. ركز بقى معايا في اللي جاي. التيار الكلي زاد، اما هنا الفرع ده مقاومته ثابته وكان تيار الفرع ده يتوقف على فرق الجهد على الفرع ده الى مقاومه الفرع اللي قدامك ده. فقراءه الاميتر الاول فرق الجهد بين طرفيه ثابت ومقاومته ثابته، فتيار الاميتر الاول ده كمان ثابت. ليه؟ فرق جهده ما اتغيرش نتيجه ان قوه الدفعه مقاومتها الداخليه بصفر. طب هل المقاومة اللي هنا اتغيرت؟ لا، واحد يقول لي ده بالتيار الكلي زاد، زاد على المقاومة اللي بتقل، مقدار الزيادة راح فوق. لكن تيار كل فرع تحكم عليه من خلال فرق جهد ومقاومته، فرق الجهد عليه ثابت ومقاومته ثابتة، يبقى قراءة الأميتر الأول ده ثابت. يبقى التيار الكلي يزداد، A2 هيزداد فموجودة في اختيارين، بينما الـ A1 يظل ثابت، يبقى الاختيار رقم G. السؤال 193، إذا كانت قراءة الفولتميتر هي 4 فولت، اللي قدامك ده قارئ 4 فولت، يا ترى الاتنين أرض يقرأ كام؟ مش دول التوالي مع بعض؟ وفرق الجهد على التوالي بيتجزأ طردي مع المقاومات، المقاومة زادت للضعف، المفروض الجهد كمان زاد للضعف بقى 8 فولت. طب الجهد على المقاومتين دول بكام؟ دول محصلتهم بنص ار، وبرده فرق الجهد على التوالي بيتجزأ طردي مع المقاومات. هنا كانت ار وعليها 4 فولت، طب لما المقاومة تقل للنصف يبقى الجهد كمان يقل للنصف، كانت 4 فولت بقت 2 فولت. كده الجهد من النقطة اكس للنقطة واي 8 و4 12، 12 و2 يبقى 14 فولت. سؤال 194، إذا كانت قراءة الأميتر في الدائرة المقابلة هي 2 أمبير، فإن قراءة الفولتميتر فين مكان الأميتر؟ أهو قارئ 2 أمبير. الأميتر ده موجود مع الـ 3 أوم، المتصل على التوازي مع 2 أوم، المتصل على التوازي مع 6 أوم، يعني ده تيار فرع. ثم هيخرج تيارات الثلاث أفرع دول يمروا بالمقاومة 4 أوم، اللي عشان تحسب فرق الجهد بين طرفيها هتاخد التيار مجموع التيارات اللي خارجة دي وتضربه في 4. طيب هنا 2، يا ترى التيار المر في الـ 6 ده بكام؟ هما مش توازي مع بعض؟ المقاومة كانت 3 بيمر فيها 2 أمبير، المقاومة لما تزيد وتبقى 6 زادت للضعف تيارها هيقل للنصف، يعني هنا 1 أمبير. طب هنا كام؟ مفيش نسبة صريحة صح؟ فممكن تعملها كده تقول له مش فرق الجهد ثابت على 3 وال 2 فأي 1 على أي 2 2 هسمي ده أي 1 على التيار اللي هنا اللي معرفش هو بكام يساوي أر 2 اللي هي ب 2
على ار واحد اللي هي بتلاتة. البسط بيساوي البسط، يبقى المقام بيساوي المقام. ده الرياضة اللي بتقول كده. يبقى التيار اللي هنا 3 أمبير، يبقى كده هنا 2 أمبير، وهنا 3 أمبير، وهنا 1 أمبير، يبقى المفروض خارج مجموعهم كلهم كده 6 أمبير. وفرق الجهد على المقاومة كان I في R، 4 في 6 ب 24 فولت. 195 في الشكل المقابل تكون النسبة بين قراءة الأميتر A1 إلى قراءة الأميتر A2. فين الأميتر A1؟ وده الأميتر A2. تعالى كده نمشي مع البطارية ونشوف هتخرج التيار إزاي. وصلت عند النقطة دي. الرسمة إلى حد ما فيها سلوك كتير، ما تيجي كده نرقمها، يمكن تكون سهلة معاك شوية. أول نقطة نسميها 1، هنمر على المقاومة 3 أوم، فالجهد هيتغير فبقت 2. يبقى كده الأميتر موجود في الفرع اللي فيه 3 أوم من 1 ل 2، وأنا واقف عند 2 لقيت ده كله كده سلك عديم المقاومة، يبقى دي كمان 2 وده كمان 2، يعني المقاومة 6 أيضا بدأت من 1 ل 2. أما الأميتر التاني، لو النقطة 2 عدت على المقاومة، إيه اللي يحصل لها؟ تتغير بقت 3، والنقطة دي كمان بقت 3، والنقطة دي بقت 3، بس خليك فاكر إن الأميتر موجود في فرع 2 أوم اللي متوصلة من 2 ل 3. يبقى كده التيار دخل من نقطة 1 ورجع للبطارية تاني من نقطة 3. أهو أدر ترقيم المسألة. أول فرع اللي فيه المقاومة اللي فيه الأميتر 3 أوم يصل من 1 ل 2، وحطيت فيه الأميتر A1، ثم المقاومة 6 تصل أيضا من 1 ل 2. المقاومة 2 اللي كان فيها أميتر تصل من 2 ل 3. ماشي، هنكبرها شوية بس عشان تبقى التفاصيل واضحة. المقاومة 3 تصل من 2 ل 3، المقاومة 6 أيضا تصل من 2 ل 3. كده بسطت المسألة. تعال بقى نجيب النسب ما بينهم. لو افترضنا ان كان داخل هنا تيار، نفرضه بارقام، الارقام تبقى سهله. نفرض مثلا كان داخل تيار 6 امبير مثلا، انت ممكن تفرضه اي، ممكن تفرضه رقم، انت حر، انت مجرد بتفرض دلوقتي. فالتيار هيبدا يتجزا على الستة وعلى الثلاثة. يتجزا ازاي؟ والله اروح عند الصغير وافرضه بواحد، كده اللي هي الثلاثة اوم بقت بواحد، الستة ده كم مرة؟ اتنين، يعني كده عندي ثلاث اجزاء، يبقى هتجزا ثلث وثلثين. المقاومة الكبيرة تاخد ثلث التيار، يعني هيمر بها 2 امبير اللي هو ثلث الستة، وده هيمر بها 4 امبير. ثم الاثنين هيجتمعوا تاني مع بعض عند المقاومة النقطة رقم 2، ويبدأوا يتجزأوا مرة تانية. يتجزأوا على الستة والاثنين والثلاثة. يا عم بتلخبط، ما تيجي تحسبها بقانون اي فرع. عايز احسب الفرع ده، فاكر قانون اي فرع كان بيقول ايه؟ انت عايز تحسب الاي فرع ده، كان اي توتال اللي بيغذيهم اشتغلنا عليه ان هو 6 امبير. في ار توازي محصلة المقاومات دي على التوازي، الستة وثلاثة مع بعض دلوقتي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم باتنين، اتنين مع الاتنين توازي واحدة منهم على عددهم بقت بواحد، يعني محصلة دول كده لو حسبتها تطلع بواحد. على ار فرع اللي انت داخل جواه كانت مقاومته باتنين، نص في اتنين طلعت بثلاثة امبير، يعني الاميتر في الحالة الأولى اي واحد قرأ 4 امبير، وفي الحالة التانية قرأ 3 امبير، يبقى اي واحد إلى اتنين تساوي 4 إلى 3 الاختيار رقم بي. 196 سلك ألمونيوم طوله 7.5 متر يتصل على التوازي مع سلك نحاس طوله 6 متر. عندما يكون التيار المر في الدائرة المقابلة 5 أمبير، مر في الدائرة بتيار كلي، يكون التيار المر في سلك الألمونيوم 3 أمبير. فإذا كان قطر سلك الألمونيوم، خد بالك هنا قال القطر 1 ملي، فإن قطر سلك النحاس هيساوي كام؟ مبدئيا بما إن 3 أمبير يبقى هنا 2 أمبير، وكل المعطيات اللي مديها لك معطيات عايز تقارن بين المقاومات عشان تحسب منها القطر. فالالومنيوم والنحاس مع بعض توازي، فبدل ما اقول لك ار 1 على ار 2 هكتب مكانها اي 2 على اي 1، لان العلاقه علاقه عكسيه، وهسمي الالومنيوم ده 1 وهسمي النحاس ده 2 عشان ما نتلخبطش واحنا بنحل. فكلنا متفقين دلوقتي الالومنيوم هو الاول والنحاس هو الثاني. يبقى ار 1 على ار 2 معناها مقاومه النحاس مقاومه الالومنيوم على مقاومه النحاس. هو الاي 2 كان بكام؟ ب2، والاي 1 كان ب3، يبقى ار 1 على ار 2 تطلع بتساوي 2 الى 3. كده انا جبت النسبه بين المقاومات. تعال نطلع باقي المعطيات. طول سلك الالومنيوم، ده اللي محتاجه بقى ورقه وقلم ونظافه كده. يبقى كده اول معطى ار 1 على ار 2 يساوي 2 الى 3. طول سلك الالومنيوم ال L1 كانت ب 7.5 متر، يتسع التوازي مع سلك النحاس طوله، يبقى طول السلك الثاني ب 6 متر. عندما يكون التيار المر 5 امبير يكون التيار المر في سلك، كان قطر سلك النحاس يعني نصف قطر سلك النحاس، لو القطر ب 1 مللي يبقى نصف القطر بنص مللي، وما تنساش تضربها في 10 وتساوي 3 عشان تكون بالمتر.
فإن قطر سلك النحاس هيساوي كام؟ علما بأن المقاومة النوعية للألمونيوم موجودة والمقاومة النوعية للنحاس كمان موجودة. عشان تقارن بين مقاومتين، أول حاجة أوصل للقانون المطلوب الـ R كان بتساوي رو إي في L والمساحة باي R تربيع. تاني خطوة احذف الثوابت، فما قاليش مثلا نفس الطول ولا حتى قال نفس المساحة ولا قال حتى نفس نصف القطر، ده يبقى الباي بس هي اللي ثابتة. يبقى النسبة R1 إلى R2 يساوي العلاقة بين الـ R والرو إي طردية، فيبقى رو إي 1 على رو إي 2 في العلاقة بين الـ R والـ L طردية بقى L1 على L2، العلاقة بين الـ R ومربع نصف القطر علاقة عكسية بـ R2 تربيع على R1 تربيع. تعال نعوض، مكان الـ R1 على R2 هنحط 2 إلى 3، رو إي 1 إلى رو إي 2، فالرو إي 1 اللي هي مقاومة نوعية للنحاس كـ 28 من 1000 على المقاومة النوعية للنحاس 17 من 1000 في L1 على L2، فالL1 7.5 والL2 ب 6 في R2 على R1، الـ R2 دي كانت مجهولة فنحطها R2 تربيع على R1 كانت بنص في 10 أس سالب 3 كل تربيع، بقت معادلة واحدة في مجهول واحد اللي هو R2 تربيع، اكتبها زي ما هي على الآخر 2 على 3 يساوي 28 من 1000 على 17 من 1000 في 7.5 على 6 في R2 تربيع أدى المجهول وهنربعه على نص في 10 أس سالب 3 اللي هي التحويلة، وبعد كده نقفل القوس عشان الـ R اللي كانت في المقام كانت تربيع فربعناها، وأقول له شيفت سولف يساوي ويسيب الآلة تاخد وقتها لحد ما تدي لك قيمة الـ R، وطبعا هتطلعها بالمتر لأنك دخلت نص القطر بالمتر، طلعت بتساوي 2.84 من 100 في 10 أس سالب 4. متر. تعال نشوف الاختيارات، لقيت الاختيارات كلها جايه بالمليمتر، اقول له هات الناتج اللي طالع ده وحول من متر لمليمتر، اخر انصر اضربهم في 10 اس 3 يطلع الناتج 28 من 1000. لا كده في غلط، عشان ناخد الناتج نكتبه بس على الاله زي ما هو كده، 2.84 من 100 في 10 اس سالب 4 احوله من متر لمليمتر بالضرب في 10 اس 3 يطلع بيساوي 284 من 1000 مليمتر. 284 من 1000 راحت فين؟ عفوا عايز القطر، ماشي عايز القطر وليس نصف القطر، احنا طلعنا نصف القطر من القانون، فالناتج اللي طلع ده يضربه كمان في 2 يطلع بيساوي 568 من 1000، فأقرب الإجابات 568 أقربهم هي 569 من 1000، اختيار رقم ألف. في الشكل المقابل أولا تكون قيمة الـ R بكام؟ فين الـ R؟ الـ R أهي. لحساب أحد المقاومات يجب حساب المقاومة الكلية أولا. بحسب المقاومة الكلية ازاي؟ في توتال على الار توتال، ما عنديش في توتال ولكن عندي تيارات افرع، شايف الفرع ده ماشي فيه 1 امبير، هو الفرع ده مقاومته كام؟ 4 اوم، متصل مع التوازي فرع 8 اوم، المقاومة زادت للضعف يبقى المفروض كان هنا كام؟ نص. ثم الفرع ده 7 اوم، ده بالفرع ده معاه توازي، ده بتوالي معرفش، والمسألة شكلها مش ظريف، ما تيجي نرقمها على وضعها كده. التيار اهو خارج من البطارية، أول نقطة قابلته 1 عدى على المقاومة 2 فيتغير وبقى 2، وأنا واقف عند 2 قابلني فرع فيه مقاومة وفرع أيضا فيه مقاومة، عادي مفيش مشاكل. لو عدى على المقاومة دي هيتغير ويبقى 3، ولو عدى على المقاومة دي هيتغير ويبقى 4. هل كده لسه في نقاط ما اتسمتش؟ لا، الفرع ده بدأ من 3 وانتهى عند 4، والفرع ده بدأ من 3 وانتهى عند 4، فعرفنا إن هما مع بعض توازي ووزعنا تياراتهم كمان. أما السبعة هل لها علاقة بالآر؟ هل توازي معاها يعني؟ لا، ده واصلة من 2 ل 4، يعني ده بعلاقتها بالاتنين هل توازي؟ لا، ده دي بادئ من 1 2 و7 بادئ من 1 ل 4. ما تيجي نعيد رسمها يمكن توضح اكتر. التيار داخل من عند 1 وخرج من عند 4، وكان في نقاط في المنتصف هي 2 و3. عيد رسم المسألة، المقاومة 2 تصل من 1 ل 2، لا مالها كده، المقاومة 7 تصل من 2 ل 4، 7 تصل من 2 ل 4 وكان بيمر فيها تيار شدته 1 أمبير، المقاومة R تصل من 2 ل 3 ومعرفش قيمتها كام، نسميها RX مثلا، المقاومة 8 تصل من 3 ل 4
وكان طيرها، طلعناها الرسمة بنص أمبير، ومتصل معاها كمان مقاومة 3 و1 مع بعض يعني 4، وكان طيرهم ب1 أمبير. معنى إن كان فيه هنا نص أمبير وفي هنا 1 أمبير، يبقى كان التيار اللي بيغذيهم اللي مر على المقاومة RX 1.5 أمبير، وإن الفرع اللي فيه 7 أوم تحت ده متصل على التوازي مع المجموعة دي كلها. وطالما على التوازي يبقى فرق الجهد ثابت، يبقى العلاقة بين التيارات والمقاومات علاقة عكسية. فكان بيمر في الفرع تحت ده 1 أمبير، وبيمر في الفرع ده اللي فوق ده 1.5 أمبير. يبقى أقدر أقول كده 1/1.5 تساوي، لو سمينا ده الفرع الأول واللي فوق ده الفرع الثاني، فكده I1/I2 تساوي R2/R1. فالR2 بالنسبة لي RX متصلة توالي مع المجموعتين دول، فهنا 4 و8 مع بعض توازي، محصلتهم 4 × 8 على 4 + 8 طلعت بتساوي 2.66 من 100. المجموعتين دول كده، المقاومتين دول مع بعض كده 2.66، وبالتقريب تبقى 2.67، متصلين مع الار اكس توالي، يعني محصلة الفرع اللي فوق ده ار اكس زائد 2.67 من 100 على مقاومة الفرع اللي تحت ده ب7 أوم. يبقى أنا كده طبقت قانون I1/I2 يساوي R2/R1، وبقت معادلة واحدة في مجهول واحد اللي هو الـ RX واسطين في طرفين، أو كتبها على الآلة 1/1.5 يساوي البسط RX زائد 2.67 من 100 على 7 شيفت سولف، يساوي طلعت قيمة الـ R 1.99 من 100، يعني بالتقريب تبقى 2 أوم. راحت فين الاختيارات؟ 2 أوم. ثانيا، تكون قيمة القوة الدفع الكهربية للبطارية بكام؟ ال VB طالما ملهاش مقاومة داخلية يبقى كأنه بيسأل على ال V total، وال V total بتساوي I total في R total. لو رجعنا للمسألة، يا ترى ال I total بكام؟ مش داخل هنا 1.5 أمبير ودخل تحت 1 أمبير، يبقى التيار الكلي اللي كان بيمر بهما 2.5. 2.5 طلعنا المقاومة دي ب2، والمقاومة دي 2.67 من 100، يبقى الفرع اللي فوق ده 4.67 من 100، علاقته بالسبعة توازي. هات محصلته 4.67 من 100 × 7/4.67 من 100 + 7. المقاومة اللي طلعت من دول اجمعها على الاتنين، كده انا حسبت المقاومة الكلية 4.8 من 10، وتبقى ال V total بتساوي I total طلع ب2.5 في المقاومة الكلية طلعناها على الآلة 4.8 من 10. خلاص المقاومة الكلية طلعت دي، اضربها في التيار الكلي 2.5، طلع بيساوي 12 وأرقام كتير من 1000، 12 واحد من 1000 أو 3 من 1000 يعني 12. يبقى قوة الدفع الكهربية 12 فولت. سؤال 198 والأخير، محاضرة طويلة جدا 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 ورخمة جدا 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 وكم مجهود رهيب جدا. بيقول لك الشكل المقابل يمثل جزء من دايرة كهربية طبقا للمعطيات، قارن بين R3 وR4 وR1 وR3 وR2 وR1. فواحد ذكي قال لك ايه، داخل تيار 5i واقف عند النقطه دي وجزأ، دخل هنا 2i ودخل هنا 2i، خلاص يبقى R1 وR2 متساويين. اقول له غلط، ما ينفعش تقارن بين مقاومتين الا اذا كان يا اما توالي او توازي. هل R1 والR2 توازي؟ لو قلت توازي هديك على قفاك. توازي ده يعني مشتركين في نقطه البدايه ومشتركين في نقطه النهايه. شايف R1 بدات من النقطه وليكن نسميها اكس مثلا وانتهت عند النقطه واي، اما R2 بدات من نقطه اكس وانتهت عند النقطه دي، غير مشتركين في نقطه البدايه وغير مشتركين في نقطه النهايه. رقم المساله هتلاقيها بقت ابسط بكتير. فلو سمينا نقطة دخول التيار بالنقطة 1، وانت واقف عند النقطة دي، لو عديت على المقاومة R2 أكيد الجهد هيتغير ويبقى 2. عديت على المقاومة اللي ما سماهاش دي، فطالما ما سماهاش يبقى مش مطلوبة بس هتبقى موجودة معاك في الرسم، فلو عدى أكيد هنشوف لها نقطة كمان وتبقى 3. وأنا واقف عند النقطة 3 شدني سلك عديم المقاومة، طبعا ما تعديهاش الفرصة دي، يبقى ده كمان 3. ابعد بعيد عن المسألة وبص لها من بعيد، هل في نقطة كده لسه ما اترقمتش؟ في نقطة تقاطع لسه ما اترقمتش، دي نقطة تقاطع، دي نقطة تقاطع، دي نقطة تقاطع، دي نقطة تقاطع، كده أنا رقمت كل حاجة. هنعيد رسمها. التيار داخل من عند النقطة 1 وخارج من عند النقطة 3، وكان داخل بمقدار قيمته 5i، وكان في نقطة تقاطع موجودة في المنتصف هي النقطة 2. انقل بقى مقاوماتك. المقاومة R2 تصل من 1 لـ2، وكل معطى عليها انقل، يعني المقاومة R2 دي كان موضح تيارها في الرسم اهو بـ2i. ثم المقاومة R تصل من 1 لـ3، المقاومة اللي موجودة في النص دي وصلت من 1 لـ3، وطبعا ما سمهاش، فكك منها، مجرد هنحط عليها تيارها بس،
لان كان داخل 5 دخل هنا 2 دخل هنا 2، يبقى الطبيعي الزياده يروح فين؟ هنا يدخل 1 او يدخل ار. الار 1 يصل من 1 ل 3. طيب قيمته قد ايه؟ 2 ار. يبقى كده نقلت ار 1 والار والار 2 المقاومة ار 3 تصل من 2 ل 3. نجيب لها قلم لون مختلف. مقاومة ار 3 من 2 ل 3، والمقاومة ار 4 ايضا من 2 ل 3. وكان تيار الار 4 باي. تعالى بقى كده نمشي مع المسألة واحدة واحدة. داخل هنا 5 اي، فدخل من هنا 2 اي، ودخل من هنا اي، ودخل هنا 2 اي. ينفع اقول له ار 1 يساوي ار 2؟ هما دول متصلين توازي؟ لا طبعا. ثم ال 2 اي وصلت عند ال 2 دي، مش هتتجزأ، هتتجزأ. طلع فوق 1، طلع فوق اي، ينزل تحت اي. الار 4 والار 3 ايوه دول متصلين مع بعض توازي، من نفس نقطة البداية لنفس نقطة النهاية، وتجزأ التيار عليهم بالتساوي، يبقى ار 3 وار 4 متساويين. هذا أول ناتج. طيب هل في علاقة بين ار 1 وار 3 كده؟ تعال نشوف. فين الار 1؟ الار 1 اهي، والار 3 موجودة فوق هناك. هل في علاقة ما بينهم؟ تعالى كده نشوف. المفروض ان الار 1 دي لوحدها كده على التوازي مع مقاومة الفرع بتاعها. يعني المفروض لو الفرع ده كله دخل له 2 امبير، والفرع اللي فوق ده كله كده دخل له 2 امبير، يبقى مقاومة ار 1 تساوي مقاومة الفرع ده كله عشان التيار اتجزأ عليهم بالتساوي. يعني المفروض اقول ان ار 1 لوحدها كده تساوي مقاومة الفرع اللي موجود فوق ده. فمقاومة الفرع اللي موجود فوق ده، المقاومتين دول مع بعض توازي ومتساويين، هنقول واحدة منهم على عددهم، يعني تساوي ار 3 على 2 زائد ار 2 كانت معاهم توالي. هل كده الار 1 تساوي ار 3؟ لا. يعني هل كده ار 1 بيساوي ار 3 على 2؟ لا. وانت وديك كده فين الار 2؟ مجهولة. يبقى الاختيار رقم 2 ده غلط. لكن لو قارنت ار 1 بار 2، مين اكبر؟ ار 1 طبعا اكبر، اكبر بمقدار ثلث ار 3، يبقى ار 1 اكبر من ار 2، يبقى الاختيار ا في الاختيار 3 صح، 1 و3 صح، الاختيار رقم ده. انتهت المحاضرة الطويلة الرخمة جدا جدا جدا، اتمنى تكون عجبتكم او استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.